ومش عايز ضيفنا العزيز الكريم الاستاذ حامد عز الدين يبقى طويلا على الهاتف. استاذ حامد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك واهلا وتحياتي لضيفك للاستاذ صلاح سالم. العزيز اللي انا الاستاذ صلاح سالم، يعني الحقيقه منذ تلك اللحظه اللي جذبني لقراءه مقاله المتعمق اللي بيتكلم فيها النادي الاهلي، وهو صاحب المقالات العميقه في السياسه والفكر، الحقيقه سارعت انا بان انا اكلمك عشان صحيح يعني ايه ضروره القبض عليه. صحيح صحيح، ده اللي انا نوهت ليه في البدايه. وبعدها طبعا انا يعني ببقى سعيد وانا بقرا المقالات بتاعته في مجله الاهلي الشهريه، ويعني ايه هذا نوع من التأصيل الفكري والثقافي لمعاني جميلة جدا. صحيح، مش مرتبطة بالكورة والفوز والانتصار قد ما هي مرتبطة بما في داخل الناس، والذي جعل الأهلي في هذه المكانة، والذي جعل اسم الأهلي يمثل ارتباطا شرطيا بين المعاني الجميلة، معاني المثابرة كما قال، أنا أتابعه من البداية، يعني عدم اليأس، عدم الاستسلام، وهو ده اللي أنا وصفته في مرة إنه روح الفانيلا الحمراء، هي إحساس الجمهور اللي بيوصل للاعبين طول الوقت بأنه أنتم يعني لم تخلقوا لكي تخسروا، ف يعني ظلوا على مثابرتكم واستمروا في العطاء حتى آخر نفس، وهو ده آخر نفس اللي كان بيشير إليه الأستاذ صلاح، وهو بيقول إنه لعيبة الأهلي حتى لو فاضل دقيقة، حتى لو انتهى الوقت، طالما لم تنتقد تنطلق صافرة النهاية، فده بيبقى بالنسبة لهم يعني دافع لكي يواصلوا الجهد ويواصلوا العرق لغاية ما يعني لغاية النهاية. صحيح ممكن زي ما هو قال في 20% من المواقف بيبذل لعيبة الأهلي جهد كبير جدا ويتخلى عنهم التوفيق، لكن في 80% وأكثر ربنا بيكرم لعيبة الأهلي من أجل إخلاصهم، من أجل صدق مشاعرهم، لأن هم بيعملوا ده لإرضاء الملايين، لأن احنا ولسنا مبالغين عندما قلنا انه النادي الاهلي هو تاجر الفرحة، هو صاحب التوكيل الحصري للسعادة لدى هذه النسبة الضخمة جدا من جماهير مصر المنتمية روحا للنادي الاهلي. استاذ حامد، كنت بناقش الاستاذ صلاح قبل الفاصل في فكرة نقاء الفكرة بتاعت النادي الاهلي، انه تظل مش بس 110 سنة، ده سنة عن سنة الفكرة بتنمو بشكل غير طبيعي، وهو اشار الى هذا التمدد اللي حدث للاهلي في الاقطار العربية. انت شايف المسألة ازاي؟ والله انا يعني من بدري جدا، رغم ان انا دي سببت لي بعض المشاكل، ان انا اي نادي اسمه الاهلي فكنت تتعاطف معاه، نقول تلبسه روح الفانيلا الحمراء في الدول العربية، لأنه طبعا الأهلي سابق والأهلي سباق والأهلي رائد، والذين يعني يريدون أن يسيروا على خطى الأهلي بالتأكيد بيبقوا متابعينه، سواء من الجماهير بتاعة أندية الأهلي في مختلف الدول العربية أو اللاعبين اللي بيمثلوا هذه الفرق. لكن أنا في الحقيقة في نقطة أهم جدا أشار إليها الأستاذ صلاح ولابد أن نهتم بها، وهي نقطة المؤسسة. يعني عندما تكون أنت رئيس نجم لمؤسسة كبيرة بحجم النادي الأهلي،
فليس الموضوع أن نكتفي بهذه النجومية، لكن الأهم دوما هو أن نحاول إرساء النظام المؤسسي اللي بسببه النادي الأهلي على طول بيواصل وعلى طول بيبقى الأول وعلى طول بيبقى الرائد. فمؤسسة الأهلي هي اللي يجب أن تأخذ من مجالس إدارته ومن رؤسائه، وخصوصا عندما يكون رئيس في حجم شعبية كابتن محمود الخطيب، مزيد من التراكمات التي تقدم لبقية المؤسسات في مصر وغيرها أسلوب العمل المؤسسي اللي لو فقدناه، حتى لو نجح الرئيس النجم فيبقى هناك خوف على المستقبل. فاحنا جميعا كلنا لابد أن نسعى دوما لتكريس والإشارة بقوة إلى أننا دوما ننجح بعمل مؤسسي وليس بعمل فردي. الأستاذ صلاح عايز أسألك في حاجة يا أستاذ حامد. لا مش هسأله، وأنا بس أفكره. كان في مرة كان في بيننا وبين بعض معادي يا أستاذ إبراهيم. وفي وغادة كمان، بحتفظ بحقي في الغادة. هو أنت ربما مش سامع، بيقول لك كان الميعاد على غادة كمان مش مجرد ميعاد. مش بنسى حقوقي يا استاذ حامد. ما هو اذا كان جاي في النهار، فاحنا يعني ايه، نحن كرماء وهو يستحق. ربنا يخليك يا استاذ حامد، ربنا يخليك. استاذ حامد، بمناسبه برضو الاهلي ودوره المجتمعي ورسالته اللي حضرتك بتشير اليها واللي الاستاذ صلاح استوقفته كتير، الاهلي مقدم على مباراه مهمه جدا مع اتلتيكو مدريد ليها اهداف كبيره، يعني لابد ان الجمهور يسمع رايك وراي الاستاذ صلاح فيها. بالتاكيد انه على فكره اضافه الى المعنى الكبير وراء ان يكون الاهلي طرفا في مواجهه فريق كبير بحجم اتلتيكو مدريد من فرق الصفه الالمانيه، فيختار ان يكون اللقاء امام النادي الاهلي، وان يكون العنوان الكبير هو انه الحياه والسلام هو اللي بيواجه الارهاب. انا بقول دوما انه مجرد ان نمارس كره القدم فنحن نقدم اعتبارنا واهتمامنا بالحياه، لأن الشعب المصري أصلا شعب يعشق الحياة. عشان كده أنا حتى دوما أقول أنا لا أحب الحديث عن أن مصر تحارب الإرهاب، لكن مصر والمصريون يعشقون الحياة، وبالتالي فلا يمكن أبدا لإرهاب أن ينجح. فأن يشارك الأهلي في هذا الحدث الكبير وفي هذه المشاركة العربية الرائعة وإعلاء هذا الشعار أن الحياة تحارب الإرهاب، السلام يحارب الإرهاب، فهذا دور مهم جدا جدا بيلعبه النادي الأهلي طول عمره. النادي الأهلي من نادي الوطنية عملا لا قولا. نادي الأهلي البرنامج اللي وضعه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وضع جزء مهم جدا جدا، وهو الدور المجتمعي للنادي الأهلي، وأظن أنه لن يمر وقت طويل قبل أن تكون هناك مؤسسة اجتماعية باسم النادي الأهلي، ليس فقط لأعضاء النادي الأهلي ولكن لجماهير الأهلي، ويعني تقديم كل ما يمكن من دعم للشباب والكبار من خلال مؤسسة اجتماعية للأهلي لا تكون موجودة فقط في القاهرة ولكن في معظم المدن المصرية، وهي نقطة من أهم النقاط التي وردت في البرنامج الانتخابي الذي أعتقد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يبدأ تنفيذه. أنا كمان أرى أن النادي الأهلي بما يملكه من جمعية عمومية
انا قلت انها تملك من القامات والخبرات ما يمكن ان يساهم في تشكيل مجموعه من الحكومات لمصر، لانه النادي الاهلي عليه ايضا دور الثقافه، دور في التوعيه، دور في التنوير، وان شاء الله يهتم بالنادي الاهلي في الفتره القادمه بالحجم الضخم لاعضائه وبعد امتداده الجغرافي في ثلاث مقار، وان شاء الله يبدا قريبا المقر الرابع وبعدها الخامس وهكذا. فهذا الدور التثقيفي والتنويري هو دور مهم جدا لابد ان يستغل في شعبيه الاهلي للتعامل مع الشباب في مثل هذه الامور التي اختفت من على شاشاتنا وفي محطات الاذاعه وفي الاعلام المكتوب. اختفى الجزء اللي هو التنميه الثقافيه وتنميه العقول والفرصه العظيمه في هذا الحوار اللي انت عامله مع الاستاذ صلاح سالم وبتتكلم في قضايا عميقه ومعاني مختلفه. يعني اتمنى ان يكون بدايه لاستضافه العديد من القيم الاهلاويه والقامات الاهلاويه في مختلف المناحي، الفكر في السياسه والاقتصاد والثقافه والفن وغيره، ل يعني نساهم من خلال قناه الاهلي في احداث حراك في المناخ الثقافي في مصر. إن شاء الله لن يمر وقت طويل يا أستاذ حامد على تحقيق كل هذه الطموحات، كما لن يمر وقت طويل على وفاء بوعدك في عزومة الأستاذ صلاح سالم. لا الأستاذ صلاح العزومة بتاعته، هو الدعوة مفتوحة. لا لابد أن نلتقي. هو يبدو إن ساكن في الجيزة غرب النيل، هو دي مشكلة. جاري، خد بالك جاري في حدائق الأهرام. ما هو ساعة ما كان جاي انا كنت بقيت عمال اقول له ربنا معاك تشجيعا، وفجأة يا عيني اعلن الاستسلام. نلتقي قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي الاستاذ حامد عز الدين، لكنه كمان يا استاذ صلاح اشار له نقطة بالغة الأهمية، دور المجتمع، الدور الثقافي والتنمية الثقافية.